انت ما تهدرش معايا. علاش ما نهدرش معاك؟ انت كتبوك تنسى كل شيء. انا كنتبوك كنسى كل شيء. عقلتني انت ملي تبوقتي وانت تنشر الجلابه ويطيح وقلتي الحمد لله اللي ما كنتش فيها. واخا وانت عقلتي نهار تبوقتي تتبوقتي ومني سولتك شحال عندك ديال خوتك شنو قلتي لي؟ قلت لك عندي 10. مالك اي واخا ومني قلت لك شو سميتهم؟ قلت لك كاملين بهم سميتهم محمد الا عبد الله سميتهم محمد. وانت اصلا انت مكلخ. انا مكلخ عاوتاني. انت مكلخ. هيدا مكلخ الاخر. انا مكلخ. عقلتي ملي دخلنا على الاستاذ ديال الفرنسيه ويقول لك شنو هي نجمه الفرنسيه قلتي لي؟ فرنسيه. اجي بلا ما تهرب اجي لهنا ياش. جاوبتو مالك؟ باش جاوبتي؟ قلت له لي طوال. ومين سمعتيها؟ خصك تخدم لي زاباراي. لي زاباراي. اجي هادي ندوزوها. ومني قال لك ركبها بجمله مفيده قلتي لي؟ جاوبتو مالك؟ باش جاوبتي؟ قلت لي لي طوال يرجعوا اللور واللي خسر يزيدوا لقدام. هذا جواب مكلخ. هذا جواب. وانت انت نهار دخلتي عند الاستاذه ديال العربيه نسيتي ولاش من صافي ما تنغزنيش؟ عقلتي نهار دخلتي عند الاستاذه ديال العربيه وقالت لك شنو كتعرف لا انه واخواتها؟ جاوبتها مالك. انا قول لي شنو جاوبتي؟ قلت لها انا جديد في هذه الحومه ما كنعرف حتى واحد. واخا هذه فتناها. ومني سولتك على كان واخواتها شنو قلتي لي؟ قلت لها مني جينا حنا للحومه مرحلو. كلخ الاخو. دابا انت كتفضحني. كنفضحك. كنفضحك حتى انا. يلا يلا لا عندك ما تفضحش. اجي عقلتي ملي دخلنا عند الاستاذ ديال الفرنسيه هو نيت بلي ما راه كنشاد الجريده في هاد الجهه والقهوه في هاد الجهه. يلا عقلتي خصك غنفضحك. واصلا ما جاش عندي انا. انت من جا؟ جا عند الدراري الاخرين. شكون هذا؟ جا عند التلميذ الاول ديال القسم وقال له وليدي شنو كيعجبك في الفرنسي؟ انا استاذ كيعجبني الغرامير. وجا عند التلميذ الثاني وقال لي انت وليدي شنو كيعجبك في الفرنسي؟ انا استاذ كيعجبني الكونجي كيزون. صافي. ومني جا لعندك اش قلتي لي؟ مني جا عندي قال لي شنو كيعجبك في الفرنسي؟ باش جاوبتي؟ لا خصك غنحصلك. قلت له كتعجبني هذيك الكلمه اللي كتقول لي ديما. شنو هي هذيك الكلمه؟ شوفوا انت كيفاش ماشي هذاك الشيء. ويسمع خويجك خرج عليا برا. وهذيك راه كنعرفوها هذيك راه هي اللي كتعجبني انا. المكلخ الاخر انا اللي ديما كنخرج. مكلخ. وانت بلاتي انا لقيتها. انا نحصلك. عقلتي نهار دخلنا لعند استاذه ديال التاريخ. عاوتاني التاريخ. وهي تقول لك بلاتي وهي تقول لك ماذا فعل الرومان عندما ذهبوا الى البحر الابيض المتوسط؟ جاوبت يا مالك. اشنو قلتي لي؟ قلتي صبانوا ملابسهم وجففوا تقاشيرهم. يا قطعوا البحر ياك وما قطعوا البحر. مالي نكذب عليك؟ واخا وبلاتي ومني قالت لك ما هو اكبر سد في العالم شنو قلتي لها؟ قلت لها سد فمك خانا الناسو. مالك؟ كلا دابا باغي تحصلني. عقلتي مني دخلنا عندها النيت في ذاك النهار انت ما قلتش انا ما دخل ما دخلاتكش. عقلتي مني سولاتك قالت لي عقلتي في ذاك النهار ياه. وشنو قالت لي؟ يلا لا انت فكرني. ما نقول لكش. واش انا نقصك غنفضحك؟ عقلتي مني قالت لك شنو هو اكبر واد في العالم اش قلتي لي؟ جاوبتها. باش جاوبتي؟ قلت لي واد الحار. واد الحار؟ وسير يا ولدي سير. جاوبتها. واد من واد الحار حتى النيل اللي كاين في مصر ماشي هو اكبر واد والميسيسيبي اللي ما عرف فين جا ماشي هو اكبر بحر؟ وبلاتي وبلاتي وانت حنا عندنا الميسيسيبي في المغرب. لا. وعندنا النيل. لا. تحرى عندنا واد الحار. اييه. والواد الحار هو اكبر واد في العالم وكاين في المغرب وكاين في الشابون وكاين في الشينوا وكاين في ميريكان وكاين في اسبانيون وكاين في سبته وكاين في ايطاليا. يلا وكاع ما كنكذب. وكاع ما كنكذب. تبغي تقول باللي ما حد عندنا واد الحار هنا في المغرب وفي فرنسا وفي اسبانيا وفي الميريكان. بغيت تقول هو اكبر واد. وزيدون ما تهدرش معايا انت ماشي صاحبي. انا ماشي صاحبك. وانت بلاتي انت ماشي صاحبي بلا ما تبقى تهضر معايا صافي. كتكون صاحبي في حاجه واحده. شنو هي؟ في النار متيحين. الله يرضيك الحق. كتدير بحال القطيوط. كنكونوا درايفين ديك الساعتك. الحق مني ذكرتي الامتحان. ندعو مع الاساتذه امتحانات قرب والله يتلاقاو بينا وان شاء الله في النقاط. ندعو معاهم. بلاتي انت ترجع اللور. معنا الفوق قديم تيكونوا مقدمين فاهم. سير باك فقيت انت كتعرف تاعنا نقول غا امين. انا قول امين مورايا وصافي. انا سير. واخا نبدا انايا. نبدا. استاذنا نسعى ورضاك على نقاطك واقفين ما ينجحنا سواك يا مرضي الوالدين. يلا عاود انت هنا وقول امين. امين 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 امين, آمين. يلا عاودها.
أستاذنا نسعى وريضاك على نقاطك واقفين، ما يسقطنا سواك يا مسخوط الوالدين. وقل آمين. آمين. وقل آمين. بغيت تخرج فيك سير يا ربي، إلا كان داعي فيا شي فقي. آمين. يا ربي ضرب ضندا وجيلات بعلوك اللي مصدروا ليا يا ربي. ما آميناش. اللي داير فيك راسي المسطي الاخر، وراك انت اللي مسطي، وانت اللي مسطي داير فيك. اجي سمحوا لنا، اجي نقول لك.